السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي. كيف كتشوفوا الان، انا جبرتوني في العياده ديالي، عندي واحد جوج تسويعات خاوين، قلت ما نبقاش كنسى فيهم ونعمل لكم فيديو. كيف شفتوا في العنوان باقي لحد الان كنتفكر، يعني اللقطه كنبقى نضحك غير بوحدي. الرابطه بالنعناع بجوج دراهم نقمت عليا في اخر المطاف ب2000 درهم، بحيث ان الهاتف ديالي تكسر ومشات له الشاشه الاماميه ديالو. ملي مشيت للسوق على امل انه يتعدل، قالوا لي بلي الشاشه الاماميه ديالو غاليه في حدود 750 حتى 800 درهم. فملي فكرت قلت نزيد على ديك 750 او على ديك 800 درهم ونشري تليفون جديد. فريمون يعني تحسرت على ديك الهاتف، كان عزيز عليا بزاف، صبر معايا بزاف، يعني هذه 5 سنين هو عندي، وما كنظنش ان شي واحد سامسونج صبر له 5 سنين قدي. المهم الا بغيتوا تعرفوا شنو وقع بالضبط تابعوا الفيديو حتى النهايه. الوغ شنو وقع بالضبط؟ نهار ديال الحد قررنا اننا نعملوا واحد الخريجه عائليه ساحليه سريعه بسياره ديال الاب ديالي، وداكشي اللي كان مشينا عندنا واحد الجوله من مارسيل تطوان لنديق لفنيدق. ملي قربت وجبه الغداء قلنا الاب ديالي فين بغيتو تغداو، قلنا له دينا نعي الحسن، وداكشي اللي كان مشينا تغدينا، عجبتنا الماكله ديالهم لو سيرفيس ديالهم، دوزنا نهار زوين. ملي كنا خارجين بحالنا قالت لي الام ديالي بغيت ربطه النعناع وفلايو، قلت لها صافي انا غادي نمشي نشريه، وفي ديك الاثناء اصلا كنت كنفلوغي. المهم جيت باش نخلص مول النعناع نعطيه جوج دراهم ديالو، فاذا بالهاتف ديالي كيفلت منو تخاكي وكيطيح. ملي هزيتو حاولت انني نفتحو، عطاني واحد الجزء منه باقي مزيان والجزء الثاني فحال دابا فلي، ما عرفتش كيفاش غادي نفسر لكم. المهم انا تما عرفت بلي الشاشه الاماميه ديالو مشات، تعصبت بقى فيا الحال، وداكشي اللي فلوغيت كامل مشى. كنا نيت غادي نمشيو نعين بعنان باش نديرو واحد الامسيه تما. عاد ديك الساعه رجعوا في حالنا للدار، قلنا الاب ديالي صافي هاد الجوله هادي غادي تلغى، اهم حاجه اننا نمشيو نعدلو التليفون ديالك لانك كتحتاجو بزاف كتخدم به هادو. وداكشي اللي كان جينا لهنايا السوق ديال الكورنا في تطوان، درت عليهم كاملين، كل واحد شني كيقول لي، شي كيقول لي الهاتف ديالك مشى خصو يعني خصك عفوا واحد اخر جديد، شي كيقول لي الشاشه الاماميه ديالو مشات. مشيت سقسيت على هاد الشاشه الاماميه، قالوا لي غاليه في حدود 750 حتى 800 درهم. المهم خديت فكره، وفي اخر المطاف قررت انني نزيد على ديك 750 او ديك 800 درهم ونشري تليفون جديد. هبطنا لمارتيل، مشيت عند واحد الصديق ديالي عنده محل ديال تليفونات. المهم استشرت معاه، قلت له بالضبط شنو وقع، شاف لي التليفون ديالي، قال لي بلي الشاشه الاماميه ديالو مشات له، وكنصحك انك تشري واحد اخر جديد، حيت واخا غادي تعدل له الشاشه الاماميه ديالو غادي يبقى لك واحد الفتره معينه وغادي تخسر، لان اصلا التليفون ديالك عيا. قلت له اعطيني التليفونات اللي عندك واعطيني الاثمنه ديال كل واحد فيهم. المهم شفتهم كاملين، عجبني شيومي ريدمي نوت 7 هو اللي كنصور لكم به الان، كاميرا ديالو واعره بزاف، لا كونفيغوراسيون ديالو ايضا. في الاول 2100 بقيت كنتشطر معاه، قال لي هذا هو اخر ثمن. المهم خديتو بديك 2100 درهم وصافي. هذا الشيء هذا اللي وقع. الى عجبكم هذا الفيديو هذا بارطاجيوه مع خوتكم وحبابكم وكاع الناس اللي كتبغيو، ديروا له لايك او ديزلايك، ما تنساوش تدخلوا تشتركوا في القناه الى باقي ما اشتركتوش فيها. خليت لكم الراحه، السلام عليكم.